هذه واحدة من الطرق تسكر الدرائج على اساس انا الهواء الخارجي يعني هذا الله يسلمك يعني انزل من سيارة هذه تخيل هذه ليش تسبب كل شيء حواليك تدخل مثل ما يقولون قاعد في بوكس الهواء الخارجي يعني هذا الله يسلمك يعني انزل من سيارة هذه ليش تسبب كل شيء حواليك عادي. تدخل مثل ما يقولون قاعد في بعدها الهواء الخارجي يعني هذا الله يسلمك يعني انزل من سيارة تدخل مثل ما يقولون قاعد في بعدها الهواء الخارجي يعني هذا الله يسلمك يعني انزل من سيارة تدخل مثل ما يقولون قاعد في بعدها الهواء الخارجي يعني هذا الله يسلمك يعني انزل من سيارة تدخل مثل ما يقولون الاتصال والثاني عنده سرعة. تخيل أنت ويا رفيق خايف على الشيخ لأنك أبيك توصل لها النقطة إن شاء الله. خلي نشوف استعداد ولدك أخبار اللي عندك. يا مرحبا فيك يا نخذتنا أبو مبارك. أخبارنا جدا جميلة ومعنا البطل العالمي أخوي وليد الشرشني اللي راح يكون معنا في التعليق على مسابقات الاسكوترات وأكيد راح نتعرف منه على اسلوب الامن والسيفتي معهم وراح نتعرف فيه على الانظمه وال يعني المعايير العالميه لفئه الاسكوترات او الثلاث فئات اللي راح تكون معنا. هذا ما عندي مبارك راح نرجع لكم مع اخوكم البطل العالمي وليد الشرشين ان شاء الله. بيض الله وجهك علي وليد يود وليد وخله يطلع وياك ويسولف وياك ويكلمنا لانه صدقني علي من يبدا السباق ما راح تشوفه. هذه أخوي بطل عالمي وبعدين الله يحفظكم ويحفظه من يبدأ السباق قلبه متعلق بالسباق ولا راح يلتفت لك ولا شي يقول شيء. اي بالله صح الراعي يعني اللي هاوي السرعة وخاصة السرعة البحرية أعتقد اليوم من الصعب جدا أنك تقدر تتكلم معاه أو تلفت انتباهه لأنه بيكون مشدود مع بيكون لاهي وياهم لا. وهو مرتب هذه ما جربت السرعة وتسرع لا والله على مستوى الطراد يعني صغير وياي 85 حصان لا أكثر ولا أقل حتى فوق 200 ما عليه بس أكثر من ذلك لا والله أنا أخبرك يعني قريب من البر أروح ساعات بالهمبار الشيخ حسن مع شباب يعني نرجع قل لنا عن سؤالنا وهو سؤال اللي يراودني أنا من سنين يعني الصراحة. أنا بعطيك المثال كأن أنت وخويك في موتر واحد نعم واحد عنده السكان وواحد عنده الريس الريس وانتوا جايين وقدامك دوار ماشي وتمشي 200 الان انت لازم تثق في صاحبك انه راح يخف الريس وهو لازم يثق فيك بان انت راح تلف على الدرجه المعينه اذا ما كان في الثقه هذه العقول الاثنين تشتغل كعقل واحد كجسم واحد ولا ثقة راحت وهذا حادث لا محاله زو الشيخ طلع الحلاي هاي اللي عنده الريس منتهي خبل خبر صاحي مو هو عشان يسوق لازم يطلع كذي ما يك صاحي اللي يسوق على اللي يسوق على الريس ما يجي صاحي الشيخ انت عندك سكان ولا عندك الريس؟ لا انا عندي السكان الحمد لله ايه انا عندي السكان انا عندي السكان لكن لا احنا قبل السباق احنا نحط ندخل على مجرى الكورس ونحط لنا سرعات معينه فاحنا ما شاء الله نعرف وين نخف وين نزيد البدل وياك الشيخ متفاهم وياه انت من سنين ما نتكلم ما نتكلم داخل في الكابينه ما نتكلم خلاص ما اقدر الف وانا عارف بالضبط هو متى راح يخف وعلى ضوءها احنا نشتغل. السؤال اللي يطرح نفسه هل لك انت صلاحيه اللي يقبض السكان لك صلاحيه انك تامره بشيء مثلا خفف تقول له مثلا او هو بعد نفس الشيء يقول لك لف يمين او لف يسار هو يحاول يمشي الطراد ولا كل واحد عارف الثاني بدون يعني هذه تكون تعليمات في بدايه الامر في حال ان انت الى الان ما توصلت الى تفاهم معاه خلينا نقول بدايه انشاء الفريق. بعدها هو عارف بالضبط انت وين راح تمشي الطراد وهو لازم الطراد ما يمشي وراء موي طراد ثاني لان الماي اللي يطلع من وراه يكون فيه نسبه هواء كبيره فيسوي سلب على المراوح فتقل سرعتك فانت لازم تطلع طرادك على الماي النظيف اللي احنا نسميه فانا لازم اتاكد ان الطراد ماشي على الماي النظيف ولا على اطراف ماي الطراد اللي قدامي اذا قدامي واحد
والالتفاف لا انا اعرف لان الطراد اوقات يسوي هوك يقبض بريك في مكان معين. نعم. فلازم انا اعرف بالضبط متى اقدر الف، انا اقدر اقول له لا زيد السرعه اللفه او قلل السرعه اللفه الين احنا نوصل الى خط النهايه وننهي السباق ان شاء الله. والله هو شوف السباق انا شفت كم سباق لك الله يبارك فيك ان شاء الله، ونتمنى لك ان شاء الله يعني النجاح اكثر واكثر. وانا اقول انا موافق اخوي مبارك ترى وخطر خطر لا شك. هل احنا كل اللي نقول الله يحفظك و الله يحفظك ان شاء الله ولا هي بغريبه عليك ويحفظ عيالنا طبعا. امين يا رب. شيخ الحين احنا نشوف وياك استعداد على الشاشه، استعداد عيالنا يجهزون نفسهم حق مسابقه خطف الشراع. المسابقه ذي حلوه وما شاء الله مجتهدين عليها عيالنا، هذه احياء تراث ابائنا واجدادنا، هذه ما شاء الله من كم سنه الحين. احنا نبي كلمتك حق اخواننا اللي في نادي الشراع. والله يعني انا اقول لك الاخوان كفوا ووفوا، اعتقد الرياضه مثل هذه محتاجه الكثير. مثل ما قلت لك انا لازم ان نرفع من شعبيتها اكثر ان شاء الله، والخير فيهم باذن الواحد الاحد، وان شاء الله نشوف اقبال كبير في المستقبل لها باذن الله تعالى. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك يا شيخ. وهذا الولد اكو ينزل سكوتر. هذا الولد ينزل سكوتر الحين نواف. الله ان شاء الله يحفظه. نواف الله يحفظه. بن حسن بن يبر الله يحفظه ويحفظ عيالنا. امين يا رب. كلهم ان شاء الله راح يكونون موجودين في هالسباق وراح يتسابقون والمنافسه. شيخ عطيت نواف تعليمات، عطيته نصايح، ما في شك اكيد ما في كلام يعني انا وعيالنا اللي موجودين كلهم يبون يسمعون هي نفس النصيحة. هي كلها اولا هو جاي يستانس صح، الكل يبي ينافس ولكن هو لازم هو جاي يستانس، وعلى ضوءها هو لازم يشغل مخه ويحكم عقله في خلال السباق على اساس انه يرجع وهو مستانس يكون انجز شيء اليوم. وان شاء الله يعني فالهم التوفيق لكل اللي شاركوا، وانا اقول تنزيل الدراجه اليوم هذا اول انطلاقه بالنسبه لهم هم، وهذه بدايه نجاح الفعاليه نفسها من يبدون المتسابقين ينزلون دراجاتهم. الحين شو اللي يسوونها هاي بس؟ الحين يسحبون الدراجه يحطونها ينزلونها في الماي بس على اساس انهم يروحون عند. اذا نصيحه طلعت من عند الشيخ حسن يقول اهم شيء سلامتهم، اهم شيء. الشيخ حسن زرعت فيهم الروح الرياضيه؟ والله دائما يعني احنا تقريبا كل خميس وجمعه نسوي سباق على البحر في الشاليه يعني، ونحط بويات وننزلهم بخوذه ويتعلمون النظام. عندهم بويات صفر بويات حمر للالتفاف اليمين والالتفاف اليسار، وعندنا ناس بالكاميرات اذا واحد شقح البويه نقول ارجع مره ثانيه صحح مسارك. فالحمد لله رب العالمين يعني اللي انا ابي الشيخ ان احنا الحمد لله اذا تسابقنا انا فزت ولا خسرت، اهم شيء اني راضي على اخوي وولد عمي ورفيجي، احنا جايين نتنافس والمنافسه هذه شريفه. هو لازم واحد يحافظ على صاحبه ما في كلام يعني، انت 15 متسابق، الكل لازم يكون مهتم بزميله اللي حواليه، السلامه هي اهم. السباق بيصير سباق ثاني وسباق ثالث وسباق رابع، ولكن السلامه بالنسبه للمتسابقين هذه اهم حاجه بالنسبه لنا. بيض الله وجهك. هدي شفت عيالنا هذا هم يجهزون؟ اشوفهم. عطيت العيال نصي عطيتهم؟ والله كانوا من ساعه اسمعهم يشوفوا يتكلمون مع المحاضر ويعلمهم شلون يوصلوا البويات الحمراء والصفراء والحمراء من اليمين. انك تفوقك انك تقارب منه وصير من الحوادث فابتعدوا عن الحوادث. وفعلا كانوا كلهم ما شاء الله كلهم كانوا ناصتين للمحاضر ومتابعين ارشاداته، ونتمنى ان شاء الله انه ومتحمسين جدا، كانوا وايد وايد متحمسين يعني، كانوا يبون يدخلون سيده يقول لهم المحاضر صبروا في وقتكم تدخلون. اي شيخ شوف هاي البويات اللي كان يتكلم، اظنتي هذا هو اللي كان هذه هاي البويات الله يطول عمركم ورانك.
كي محطوطه جالسين فريق التنظيم ما شاء الله والاعداد جالسين ينظمون مسار السباق. الشيخ حسن طبعا يعطينا فكره عن المسار يعطينا عن هذه. يا مرحبا حي الله ابو عبد الله. مرحبا مساكم طيبين طول عمرك. الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو مبارك ابرك الساعات. مشاهدينا شرفنا ووصل عندنا اخونا محمد بن عبد بن عبد الله بن عبد الله الكواري. مالك صوت الاسد. موقع قطر فيش ومتابعين قطر فيش سوشيال ميديا بيعطينا تعليمات وبيعطينا اخبار وايد. وتوه جاي من بطوله السنيار من البحر. الله يحفظك ابو عبد الله وسعد المباركه. الله يرحم والديك ويسلمك. بدا اليوم سباق الصيد عندنا. صحيح. في مهرجان البرث البحري. واحنا نبي تعليقك، نبي ردود الافعال، نبي انطباعك عن المسابقه. والله شوف مبارك بخصوص البطوله هذه مهرجان البرثة، تبي الصراحه يعني ما يفي وقته. ما يفي وقته. ما يفي وقته، انا اكلمك هذا تعليقي انا الشخصي يعني. احنا كان انا كشخص انا كنت ابي اشارك، انا شاركت في بطوله سنيار وما قدرت اشارك يعني. حلو. يعني انا هذا عن نفسي انا اتكلم. ها يعني هذا واغلب الناس من حبك حق المسابقه يعني احنا تمنيت ان تاخر شوي. احنا ننطر شيء حق هالبحر تبي الصراحه. يعني ما صدقنا بطوله سنيار وما صدقنا طلع مهرجان البرثة، بس ما لنا نصيب السنه، بس ان شاء الله السنه الجايه. باذن الله ان شاء الله. شو يقول الشيخ حسن؟ ابو عبد الله يقول انا تمنيت اني اكون مشارك. والله اكيد بالفعل اللي عنده حب المشاركه هذه يعني وين ما تكون فيه مشاركه له، خاصه لمحبي البحر، اكيد ان كل يتمنى انه يشارك في كل فعاليه موجوده. يمكن يعني سوء الاحوال الجويه صارت الاسبوع اللي يعني هي الحكمات صحيح صحيح ما يحكم لكن نوعدك بإذن سنيار في مسابقة الغوص حسن. شيخ حسن يقول اتمنى من الفرقه يروحون يصيدون سمكتين بس اطول سمكه واثقل سمكه 20 طن. اكثر من 20 طن بوايد. ما هذا 40 هذا السؤال اللي لأننا فترة في عمر 4 أيام تروح أظن 5 أيام شارك أظن. صحيح. 3 أيام يطلع برا المربع هذا هو المكنية. ما نعم انا اشوف ان عبد الله سوالف عن عبد الرزاق العنزي اخوك عبد الرزاق عندنا بعد من السفرك كلكم
المسمع حسن حسن حمد الناصر حسن الناصر مشاركة أول مرة أنا استأنسنا ومو بشارك مركز وتي أهم شيء النجاح وكأجواء للأمر الله شاركونا هنا وهناك باذن الله كم ما تقصرون بوافقكم بس من كلامك ما كأنك مشارك عشان الاول لا لا مشارك ان شاء الله عشان الاول لكن يا اخوك صراحه من بعد الساعه 8 على تقدر تقول يعني خلاص يوقف الصيد حداق ما في يعني يا لفاح انك خلاص تجرب حظك في شيء ثاني لكن الحمد لله على كل حال الحمد لله والله يعني الله يوفق اسمته وان شاء الله ان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله الله يوفق ان شاء الله حسن عيال المشاركين فاكبر تعال بعواد لا تروح تعال تعال لا تشرد حسن مشاركين في مسابقه اكبر اسمك تشوفون اول شيء ايش اسمك اللي مشاركين فيها يب وزنه 8.5 زين توقعاتكم ان شاء الله ان تاخذون مركز اول ثاني ثالث والله كمراكز يعني اجمالي الحداق ما اتوقع لكن ان شاء الله اكبر اسمك ان شاء الله ننافس بس عندك خبر انه اذا دخلت مسابقه اكبر اسمك هل اسمك ما تنحسب مع الوزن الكلي والله عندنا خبر يعني انت الحين مضحين احنا مضحين لان اصلا احنا يعني ما صدنا وايد يعني احنا نكون واقعيين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ان نفوز اكبر اسمك ان شاء الله زين ايش رايك في رفيجكم ويتمشون ورا الكاميرا والله هذه هو اللي صايد اكبر اسمك ترى الله يوفقكم الله يوفقكم ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله عقب الساعه 5 وقت اعلان النتائج باذن الله يعني اشوفكم موجودين ولا خلاص رايحين ان شاء الله بتشوفنا ان شاء الله موجودين ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم الله يوفقكم طبعا بمبارك مشاهدينا الكرام الربع هذام تمام معودين والكل يوزن السمك اللي عنده واللي شارك باكبر سمكه واللي شارك في المسابقه اللي هي مسابقه الحداق مستمرين في الفرز عندهم الشباب ما يقصرون وبعد شوي ان شاء الله تنطلق بعد مسابقه الاسكوترات والشراع بعد ان شاء الله بعد الاسكوترات ينطلقون وانا على طول الحين من عندك على طول اروح اشوف اخر التفاصيل على المسابقات اللي موجوده وان شاء الله اعطيك كل التفاصيل وما قصر معاكم بمبارك كلمه عندك بيض الله وجهك ما تقصر وافي يا سعود لكن اللي رجعنا لك مره ثانيه لازم تروي لنا الصيد علشان نحسب حساب العشاء بنت عشاء اليوم عشان بحري ولا شو يقول اكيد لازم بتخيره بعد وعلى البحر لازم العشاء بحري بعبد الله يانا ولا ياب شيء وياه صادوا الكنعاد والسكون هاي ويانا يانا واستانسوا ولا جوانا شيء مرحبا مبارك وين راح؟ كله راح كله عند ابو فيصل ومثلج عند ابو فيصل مثلج مثلجينا احنا نقول له لازم يجي وعبد الله عندنا مسابقه اليوم الحداق بدأوا الساعه 5 وصلوا اليوم الحين ما شاء الله يعني لين الساعه 5 المغرب المشاركين 43 لكن اللي دشوا البحر 20 واحد الله يوفقك اي البقايا ما استوفوا الشروط وما خلوهم يدشون ويو وصايدين ما شاء الله صيد بنرويك الصيد عقب شوي ان شاء الله وعندنا مسابقه الشراع وخطف الشراع هذا وياك على الشاشه تشوفهم انت وين هوايتك وين مكانك ابو عبد الله عطنا في الصيد في الصيد انا في الحداق لا انا اكلمك يعني بشكل عام غزول غزول وهيال ومناصب والعواشني مع الشن عده لكن عاد المشكله تروح ما تصيد يا ابو مبارك شو نسوي تلف زين ايش رايك في مهرجان البرث البحري وبالاخص في يعني في الفعاليات اللي تشوفها قدامك امس على فكره ابو عبد الله كان عندنا والشيخ ولا هون من عندي كان عندنا مسابقه لمينا حق عيالنا والمطامس ما شاء الله الله يحفظهم اللي شاركوا 60 واحد ما شاء الله اللي تاهلوا حق النهائي 21 واحد ما شاء الله الله يحفظهم واحد منهم سوينا وياه لقاء قلنا له كم لقط من المحار قال 140 130 الله يحفظكم ويحفظه لا شيء زين ايش رايك ابو عبد الله لا هذا والله شيء زين يشجع عيالنا يعرفون
انا صراحه ايد هاللي صار يعني. ايد هالمسابقات، وانا تمني اسولف مع علي بالاحدان واقول له، اقول له يعني فكره المهرجان وايد حلوه صراحه. بس انت بالنسبه حق المطامس وحق الغوص وحق الحداق، لكن انا اشوف في عيونك الزعل، انت زعلان يا ابو عبد الله، يعني تبي تشارك يا اخي توك فايز هناك. لا لا الحمد لله، انا اكلمك عن كمشاركه في المهرجان البروثل، ما صار لي نصيب، بس ان شاء الله السنه الجايه بشارك، والرابع يا عمي كلهم ترى مشاركين. اي بس احنا ما نبيك تشارك في الحداق. ليش؟ لا نبيك تشارك في كل شيء. ولا شنو الشيخ؟ اكيد لازم، اللي يسجل سجل فعاليات كلها. حتى السكوترات انا ماني براعي سكوترات. سكوترات لك من عند الشيخ انه يدربك ويجهزك و... لا ما يحتاج. تعال. حاضرين. ما في ابو عبد الله، ونبي ابو فيصل. هات وياك ترى هو الحين يسمعك ابو فيصل. لا بيك السنه الجايه ان شاء الله. زين كلمني عن اللقطه اللي تشوفها على الشاشه، وهل خطف الاشراع والشباب ما شاء الله كلهم قطريين. والله ابو مبارك هذا شيء انا اشوفه وايد زين وشيء طيب صراحه. الشيخ حسن، والله قلت لك انا اكثر مره يعني اللقطه هذه من زمان ما حد شافها وقليل ما يشوفها، واعتقد ان جاء الوقت الان ان الرياضه التراثيه هذه ان يتم احيائها من جديد، ونشوف اكثر من العدد اللي موجود الان ان شاء الله تعالى في السنه في السنوات الجايه. مهدي عندك بالنسبه لهالمسابقه؟ صراحه ما توقعت العدد المسابقين انه يكون بالنسبه بالكم هذا يعني صراحه، لان انا توقعت يعني ممكن 5-6، لكن العدد هذا اعتقد انه فوق ال 15-16. والمحبين يعني اكثر وين وصلوا يعني؟ لا وين وصل مرحله والمحبين عارفين هذه المسابقه ويوم للمشاركه يعني كله جهود صراحه، جهود جباره من 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 اداره البريتس صراحه، جهود جباره كله كوم. واللي اختفوا وترس الاشراع هني بتشوف شكلهم حلو صح. بيترس الإشراع في المحامل وما شاء الله بتلعب الخبرة هني، بيجتهدون ما شاء الله كلهم، وبنشوف الانطلاقة انطلاقتهم. اللهم لك الحمد، جو حلو فيه نسمة هواء شوي، وبيونك من عالية أبو عبد الله، ورطوبة رطوبة تساعدهم، لأن على قولتهم يقولون بخ بخيوشة، وكل ما بخيت الإشراع كل ما سرع. راح يخطف ما شاء الله تبارك الرحمن، هني اخطفوا ما شاء الله، وبدت الشرع. هذا تصوير من البرج من كان في الخير، نصور انطباق الشراع. الشيخ كلمني شوي اللقطة قدامك. والله شوف يعني انا قلت لك يعني انت عشت هالاجواء، انا عشت المنافسة، عشت السباقات، شوف خاصة في الشراع الحين اللي يصيد الهواء ما قدر يترس الشراع هواء، او ان الشراع في الماي كل يتمنى الهواء. اي نعم هذا شو واقف نفسه. البقيه الله وفقهم واختفوا وحصلوا اظن الهواء الكافي على اساس انه يترس الشراع. الحين الولم الولم بياخذ محمل نعم بيكسر عنه الهواء نعم، لكن اللي بيجدم شوي بيتوفق صح، بيروح صح، بياخذ الهواء بيترس اشراعه وبي السباق ما بطويل، لكن اللقطه ذي من بعيد هم بيدشون عندنا وبنشوف المتسابقين. احنا من مكاننا هني انت مهدي اشوفهم شو تقول المسابقة هذا؟ أشوف الصراحة أو أول مسابقة هذه، أتمنى إن شاء الله لهم التوفيق. هذه المسابقة فيها ثلاثة نعم. كل محمل فيه ثلاثة أشخاص، لكن إن شاء الله لاحظ واحد شوي متعثر على ما قال الشيخ أن الإشراع ما ترس هوا.
الى الان يعني متعثر، يمكن ما كان جاهز له في البدايه او بدايته كانت غير موفقه يعني. هي شويه شويه وبيترس بيترس. ابو عبد الله سام طال عمرك، وين رايح؟ وين؟ انا رايح الله يسلمك في الصيد. ها انا هالامور تبي الصراحه يعني ما تجذبني، بس اشياء حلوه، بس انا اكلمك مع الصيد. حلو زين، خليك من الاشراع، انت في الصيد. على فكره مشاهدينا، وترى ابو عبد الله ما شاء الله عليه غطاس وفري دايف، لكن مشكلة انه ما يعلم على الاماكن. لا انا صراحه اعلم، ما عندي شيء بالخش. نبي اماكن الحين، ترى احنا ويا الشيخ حسن بنروح نغوص. ابرك الساعات، ما نبي شيء. ابشر بالخير. امور ولا كان عندك شيء؟ اللي هو بس يعطينا رسل الاحداثيه وطرد عليه. ابشر بالخير والله. والله ابشر بالخير. امور مبارك. بعدين انت تدل الاماكن اللي عندنا. انا ادلها؟ ايه ادلها. انت اي هذه نص ال لا راعي البحر ما يعلم وين صار. لا يدل ابد، يقول يزيد. يقول لك ما يعلم. لا يقول والله هني الحداق قليل، ما يبيك تقعد مكانه، يبيك تروح. يقول لك والله من شمال ولا من جنوب ولا ابعد مني، ما يبيك تخرب عليه. هذا البحر هاي طبعهم. شو يقول ابو عبد الله؟ انا اقول صراحه، انا بالنسبه لي مو عن سالفه هالبحر، انا كالمكان عن نفسي. هاي ان رحت ولا انت رحت، يمكن انا اروح هالمكان اصيب. نعم. يمكن انت تروح انت ما تصيد، هاي كله يعني الرزق يواديك من الله. نعم. الله سبحانه. نعم. اللي موجود على الشاشه يا جماعه تشوفونه عندكم، ترى احس انه واقف تغير. تشوفه؟ اشوف تغير عليه الهواء. ولا خاير. ولا خاير. نعم. ولا هني الخبره تلعب دور. اللي هذه اللي قالوا يقولون امسك عالي. نعم. لا تمسك سافل. هني ابو عبد الله شويه هوا يا اخوي. لا في هوا شوي، افتر الهوا. انت تقول بدايه اول ما بدا قلت رطوبه، وقفت. لا الحين شوي افتر الهوا. الله يوفقه ان شاء الله. احنا نتمنى نشوف ان شاء الله ويمشي ويانا في هذه الاثناء، واحنا نشوف الشراع ما شاء الله، وبعضهم قربوا خاطفين من عالية ينصوبنا ان شاء الله. السكوترات يالسين يستعدون حق السباق، يجهزون ان شاء الله في السباق. السكوترات احنا بنكون وياهم ان شاء الله، راح ننقل لكم مع هذه الاق. ننطر بس النتائج مالت الاشراع. يا سلام، شوف اللقطه من بعيد شلون. والله ابو عبد الله يبي له تصوير حق الموقع، حق السوشيال ميديا ان شاء الله. نزله على موقع قناه الريان يا اخي ان شاء الله. خبرك انا كريم يعني، ما تقصر. ابشر طال عمرك. خل ابو عبد الله، خل ابو فيصل بعد ينزل لنا لقطه. ابو فيصل لا ما يقصر. ابو فيصل بس ابو فيصل تخابر مشغول. يا سوى يا بنتيجه يا بشيء. لا الله ما توفق. ما توفق؟ اي لا هو فايز بالثلج الحين. اي نعم يقولون عطوه مصنع ثلج. المهم احنا وياكم يا جماعه ناخذ ونعطي الشراع متابعينا ومشاهدينا شويه. يا ريت اتينا النتائج من لجنة التحكيم، يعطونا بس نتائج السباق، نعرف من اللي وصل، من اللي متقدم. مع العلم ان ما شاء الله عليهم من بعيد وجاهزين. احنا نحاول ان ابو عبد الله سام طال عمرك مهرجان البروثي البحري، كلمني يا اخي، انت من اول ما وصلت. انا والله من اول ما وصلت حطيت عليه انه قلت أنا من اول ما وصلت عند الخيمه، وبغيت اروح عند الشباب هناك، ولا انت قابضني في الاستديو. زين الفجري والنهمات على الفنون البحريه ما وصلتهم. والله ما سمعتهم؟ ما وصلتهم. توصلهم ان شاء الله. ان شاء الله. بس المشكله انه يعني ما شاء الله عليك، من توصل عندهم بتخلينا ما بيا يصوبنا. لا ان شاء الله هذا احنا وياك.
شيخ الشراع عطني كلمتك على الشراع. والله شوف يعني شوف الاثنين اللي بينين الان في الشاشه اللي قدامك اعتقد هذول اللي يعني عندهم خبره كافيه في الشراع والمخاير وكيف يقدر يصيد الهواء، واعتقد هاي اظن خط النهايه قريب يعني مو بعيد، وان شاء الله نشوف يعني ان احد منهم يخاير او انه ياخذ افضليه يغطي الهواء عن المحمل الثاني على اساس انه نشوف في منافسه اقوى ان شاء الله، والتوفيق من رب العالمين يعني. بيض الله وجهك يا شيخ. المشاركين عبد الله كتاره، واحد منهم اسمه كتاره، وواحد منهم محمل الخور، وواحد منهم اسمه عصات الراعي، وواحد اسمه قلاع. هذول كلهم مشاركين. تسمعون مشاهدين قناة الريان صوت الاسكوترات وصوت السباق، لكن احنا معاكم صوت وصورة على الشاشة في خطف الشراع. نشوف ما شاء الله عليهم قربوا ووصلوا الشراع، بين الشراع بين، وهذه محاملهم قربت، والقفال وكلهم جايين إن شاء الله. السنة اللي مشاركين 6 محامل أو 7 الله يحفظهم، التشجيع راح يخليهم السنة الجاية بدال 6 12 إن شاء الله ما دام في تشجيع. هذا أول واحد بين عندنا بعبد الله كيسارك، شوف شلون، يا سلام، شوف عيالنا اللي داخل شلون الشيخ. نعم شوف شلون، هذا يراويك انهم متمكنين فعلا من الشراع، ما شاء الله عليهم فعلا حق التكنيك المطلوب للمحمل، وعلى اساس ان الشراع يكون له بطن ويعبي هواء ويمشي اسرع. ما شاء الله ما شاء الله. احنا نشوف مشاهدينا ومتابعينا، هذه الاصوات اللي تسمعونها راح تشوفونها بعد شوي ان شاء الله، بعد شوي ان شاء الله راح تشوفونه. هذين عيالنا هذه شنو اللفه الشيخ؟ هذه اللفه تعريفيه على الكورس، كل متسابق لا تعريفيه عشان المتسابق يعرف وين يلف، كيف يلف يمين وكيف يلف يسار على البويات، يحفظ الكورس في باله قبل ما يعطيهم الانطلاقه. يا سلام يا سلام، هذه اللفه التعريفيه نايف وياهم؟ نواف لا، في السباق اللي عقبه. نواف اللي عقبه، السباق اللي عقبه. يا سلام، اهل المحامل وصلوا وخلصوا ورفوا شراعهم كلهم، هلام الله يحفظهم، وصلوا احنا نشوفهم على الشاشه الحين. هذا التشجيع الاول يا ابو عبد الله في الشراع، فريق عصات الراعي يستاهلون. والثاني جزال، والثالث كتارة، يستاهلون جميع، والله يوفقهم ان الله شاء الله. يرحم والديك، واللي ما حالف الحظ ان شاء الله الزمان الجاي باذن الله، ان شاء الله الزمان الجاي راح يكونون ويانا. الأصوات اللي تسمعونها، هذه سكوترات عيالنا الأهالي. شوف اللقطة اللي ماخذينها على شاشة قناة الريان، اللقطة حق الأهالي على السيف. ما شاء الله احنا مستانسين وياكم، مبسوطين ما شاء الله على وجود الأهالي، وجود أولياء الأمور
كلهم مستانسين، حتى الشيخ حسن جالس يأشر يقول سباق ولدي راح يبدأ. أنا أبغي بعد شوي، أظن بعد ما خلصونا هذول، أظن فيها تسبارك، أظن أنهم 8 دقائق، يعني يبغينا بعد 7 دقائق إن شاء الله يخلصون هذول ويدخلون الفئة الثانية بعدهم إن شاء الله على طول. إحنا الشيخ طمعانين في قعدتك ويانا، لكن إذا تبي تشوف ولدك من قريب ما نقدر نقول لك شيء. والله الله يجزاه خير، انك بترخصني الله يجزاه خير، ودي اقعد على السيف واقعد اشوفه، ودي اشجعه شوي. نقول لك وعلى المقرب صعب اني اشجع ودي اسولف. لا في وفي تكتيك، في تكتيك، في ترتيب إن شاء طبعا الله. في تعليمات، في تعليمات راح ياخذها ان شاء الله منك ان شاء الله. تقول لهم هذا احنا نقول لك شيخ العيال الموجودين، هذه على الشاشة مشاهدينا المتسابقين المراكز اللي خذوا في مسابقة الشراع، إن شاء الله راح تشوفونهم ويانا الأول والثاني والثالث، اللي هو الأول كتارة، الكتارة طلع الثالث، عصات الراعي هو اللي خذ الأول، فريق عصات الراعي. نقول لهم مبروك وتستاهلون، والله يوفقكم إن شاء الله. الحين هي حق السكوترات وإحنا وياهم. وعبد الله عطني احنا معالي مشاهدين اسمحوا لنا، يعني اذا مروا وذرى الله يحفظهم عيالنا هالسكوترات من احذاننا ما نسمع شيء، لكن نحاول ان نوصل لكم الرساله، نوصل لكم الصوت، علشان كذي من يمرون علينا نحاول نخليكم تستمتعون مع المناظر والمشاهدات اللي تشوفونها. هذه الحين هم خذوا لفه وعرفوا المكان، عرفوا السباق، اعتقد ان كلهم جاهزين واحنا وياكم بعد جاهزين. الله يحييك. السلام عليكم. السلام يا مرحبا ابو عبد الله. مرحبا. يا مرحبا، شلونك؟ كيف حالك؟ خير الله. طيب الله يعطيك العافيه ان شاء الله. بيض الله وجهك وما قصرت ابو عبد الله. والله لا تروح بعيد ان شاء الله، تقدر تروح لكن خليك قريب. لا ان شاء الله ابشر يا بنبار. والوعد السنه الجايه. السنه الجايه. الله يحفظك ابو عبد الله، بيض الله وجهك وسع المباركه. اخونا محمد عبد الله كواري. احمد الله يعطيك العافيه. حمد الله يعافيك. ايوه من الساعه 3 واحنا نحاول ان نجيبك. يعطيك العافيه. لكن الحمد لله انك جيت وبيض الله وجهك ما قصرت. وجهك ابيض. عطني استعدادكم، عطني تقرير كامل عن سكوترات. استعدادنا الله يسلمك ويطول بعمرك وعمرك. اول شيء مسي على المتابعين كلهم. الله يمسيك بالخير. احنا اليوم يعني ما تدري ايش كثر الشباب، بيض الله وياهم، مشعل السبيعي ومحمد الهيدوس وثامر الدرويش، يعني سووا جهود يعني ما يعلم بها مثل ما تقول لله سبحانه. الجنود بعد الله سبحانه لهم عشان نجاح البطوله هذه. الحمد لله يستاهلون. طبعا السباق كان تقرر يكون الساعه 2، بس واجهتنا صعوبات عشان المايه. نعم. المايه كانت ثابره مثل ما تعرف المكان رق هني. الحمد لله. ومع تعاون الشباب وصادف عندنا سباق المحامل. والحمد لله. شباب نزلوا الحين. زين. هل اللي نزلوا ذيلا اي فئه وشنو؟ هم السباق اليوم فئتين. فئة مبتدئ اللي هي الستوك، يعني فئة دراجة ما تكون معدلة مثل ما أخذوها من الوكالة، نفسها هي نفسها.
وفي فئه ثانيه فئه السبارك. السبارك دراجه يكون حجمها اصغر شوي. حلو. سرعتها ما تكون عاليه. حلو. وهالفئتين موجوده. مثل ما شفت الشباب الحين كانوا يعملون البراك تيست عشان مضمار السباق، وبعد شوي ان شاء الله بيعطونهم انطلاقه وبينطلقون. حلو. المسافه، التنظيم، الترتيب، اكثر من رائع. عطني المسافه ايش كثر؟ المسافه هي كل سباق بيكون 10 دقائق. يعني بالنسبه حق المبتدئين. المبتدئين والسباق. من انطلاقه السباق يعطيهم 10 دقائق، اول ما تنتهي 10 دقائق يعطيهم لفه ويرفع علم النهايه. حلو. حمد بنرجع لك. الشيخ مساء، انا قلت لك عن مسابقه البريخه. نعم. اللي هي برخون على الحبال. الحين احنا بنحطها لك قدامك بتشوفها. وهذه رافع العلم الاصفر. شنو حمد؟ علم الاصفر ان كل واحد يستعد ويتوخى الحذر، يعني عشان ما تصير مثل ما تقول الحوادث ويحسبون. ترى اذا بيبدا السباق قول لي علشان. لا الحين 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 ياخذ فيهم لفه. اي عشان يحفظون المضمار. اي قول لي علشان احنا لان جالسين ننقل صوب سباق. لا تحاتي. وبنرجع هناك. هذه البريخه الشيخ الحين بيبرخون على الحبال. حاطين لهم حبال البوره في البحر هناك عند البويه. عند البويه الحمراء. نعم. وهم هني. وبيبرخون عليها مع الصفاره ونفس الاول. نعم. شلون اللي صادف عند في الغوص ايام في الهير المحامل احذى بعض وخلاص بيبرخون على الحبال. نعم. بيبرخون على الخراب يتسابقون بعضهم. يصادف ان احذاك محمل. نعم. فيقومون يتسابقون. الحين اللي قدامنا اربعه الشيخ ما شاء الله تشوفهم، وكل محمل فيه خمسة اللي يرون الحبل. نعم. والسكوني وراء هو السادس. فمن ياخذون الإشارة راح يسحبون وينطلقون انطلاقة. الله يحفظهم. آمين يا رب. طبعا الأول الشيخ كان فيها نهمة وفيها صوت وفيها موال، فالحين احنا هاي كاستعداد وأول مرة. هذا اخونا حسن العميد حسن علي كان بيكون ويانا ان شاء الله بعد شوي. فالحين هو مشغول مع السباق، واول ما ينطلق السباق ان شاء الله واحد في البحر واحد فوق. الله يحفظهم. الله يحفظهم ويحفظكم ان شاء الله. انا مساعد زلولي. الحين انت علمنا، في الماضي كانوا يستخدمونها لايش؟ الشيخ لأيام الغوص. نعم. تكون المحامل احذى بعض. نعم. ويلقطون محار. اللي قال أرف عطى حبل وراحوا. نعم. يرفي يعني يعطيه خراب، يعطيه اليان ويرجعون ورا يلقطون محار. اللي خلص قال لهم أرف. نعم. يرفي يعني يرجع. نعم. اي لين آخر النهار. آخر النهار طال عمرك قال اسحب الخراب. نعم. يسحبون الخراب يصادف ان احذاه محمل ثاني. فهني بعضهم يتسابقون. بناء على هذه. نعم. احنا ابتكروا الشباب هل المسابقه ما شاء الله ويابوا فيها السباق البريخه وقاموا يبرخون عليها. احنا نشوف استعدادهم تجهيزاتهم. اول ما يكونون جاهزين ان شاء الله راح نكون وياهم. حمد الكلمة عندك. الحين الشباب بيخلصون البريك تيست الثاني حق فئة الستوك، فئة المبتدئين، ويبلشون السباق ان شاء الله. طبعا اول سباق راح يكون سبارك مدته 10 دقائق، وبعده سباق الستوك. قول لي حمد الحين شو اللي يسوونه الحين؟ انا يعني اشوفهم تعريفيه تعربوا ما شاء الله. يكون الحكم قدامهم وياخذ نفس اللفه في المضمار كامل. أي. عشان يعطيهم التعليمات الصحيحه اللي يكون فيها المتسابق في السباق عشان ما يطلع عنها، وعشان ويعلمه طرق السلامه في السباق عشان لا يقول صار حادث ولا صار شيء يعرف يتصرف المتسابق.
وانتو حسبتوا حسابكم حق هاي الشيء طبعا خفوا السواحل ما شاء الله عليهم هم قصر هم فينا فرقة انقاذ كاملة ما شاء الله الحكم وهو سمي المارشل احنا ايراك ورافع العلم اول ما ينزل العلم ينطلقون الشباب والاعلام تختلف حمد كم علم وشنو العلم الاصفر شنو العلم الابيض في علم ابيض علم الابيض يكون انه خلاص نبتدى نقول من العلم الفنش علم الفنش اللي هو نهايه السباق لكل واحد علم الشطرنج الاسود وابيض الاسود وابيض حلو هاي يعطيك نهايه السباق هاي احسن علم عند الشيخ احسن علم عندنا احنا بالنسبه لنا كمتسابقين وعندك العلم الابيض يرفع حق المتسابقين انه خلاص يكون حمد شوف اللي على الشاشه انطلق هذه البريخه يا شيخ شوفهم يسحبون ها يسحبون هذاهم ما شاء الله عليهم شوف الحبال على الشباب فيهم واحد جدم أول واحد اللي هناك شكلهم الشباب متمرنين عليها من قبل اي ما شاء الله يوم رابع الشيخ ما شاء الله خلص السباق والفريق الأزرق احنا نشوفه ولا الفريق الأبيض ما شاء الله عليهم وكم رافعين يدهم الله يحفظهم اي مسابقة حماسية مستانسين هذيل حرب العين يعني فريق العزيزية ما شاء الله عليهم مركز شباب العزيزية مشاركين اخوانهم وموجودين هنا عندنا يتسابقون شو الهدف وراها الفرحة اللي في الأخير فرحة المشاركين كلهم اللي اشتركوا في فعالية اليوم اعتقد هاي ما لها ثمن الفرحة هذه يعني مهما قلت ما لها ثمن بالعكس وحتى فرحة الفوز هذه نشوة الفوز هذه بعد بزيادة والشيخ بيض الله وجهك يعني ولي هون حمد هذه بداية نعم فبداية خلوا لهم تقريبا 100 متر نعم وان شاء الله ان شاء الله يعني الزمان الجاي راح تكون اطول ابعد المسافة والله ودي اشوف عدد اكثر من المشاركين راح يتدربون عليها ان شاء الله فالحمد لله يعني مثل الشيخ قانون ينحط نعم نجح القانون نعم يتطبق يتم تطبيقه نعم حمد هاي شنو هاي عندنا الفلاي بورد الفلاي بورد يا سلام هاي يجي له الضخ من الماي عن طريق الجيتسكي عن طريق السكوتر بعد السكوتر اي بعد السكوتر السكوتر اللي تعطيه الماي اللي ترفعه فوق وهو يتحكم فيها وطاير هذه رياضه هذه مسابقه رياضه وتصير لها مسابقات هواي بعد إيه نفس الفري ستايل وعندكم اعتمدتوها ولا توكم كبدايه صارت مسابقات في الدوحه على الفلاي بورد بس ما شاء الله عليه يعني كوي يسوي حركات متمكن يعني الشيخ كم عيالنا بدأ التحدي عندهم أظن هاي لقطات من البراكتس من اللفة التجريبية الحين إن شاء الله بينطبقون بعد شوي فئة السباق أول شيء فئة السباق الدرجات الصغيرة أيوة كم واحد حنا عددهم تسعة الله يحفظهم إن شاء الله الله يحفظهم لا والحمد لله ان المايه سقت والمكان جاهز المايه سقت والمكان وايد مناسب لانه ما في موج احنا كمتسابقين نحب السباق يكون البحر يكون فلات يعني يكون خواهر عندكم انت ان شاء الله مع العلم ان يا شيخ احنا نشوفكم دائما ورا السكوترات ولا شو يقول الشيخ نعم. يشوفون اللانج يشوفون الياخ يشوفون اللانج انطلق السباق يا حمد الحين انطلق عندنا سباق ال المبتدئين سباق المبتدئين الستوك هذه نقول خلاص انطلق يعني ما في على مصور ولا شيء حمد التعليق عندك كلمنا الجمهور ذا ريالس يسمع ابتدى السباق ايوه احنا دخلوا الكورس
روح مالك لك مثل ما تشوف انت لك طالع الشاشه طالع البحر وعطني قول لي يعني الحين بدا السباق من بدايه السباق بيعطيهم 10 دقائق 10 دقائق عقب ما تخلص ال 10 دقائق يرفعون لهم علم الابيض انه خلاص باقي لفه وينتهي السباق عقب هاللفه يرفعون لهم العلم الشطرنجي النهائي العلم النهائي مثل ما تشوف يا حمد جمع مارا مع عيالنا ذي هذه الفئة هي يعني تبدأ من 15 طالب ها؟ تبدأ من 15 طالب لازم التسابق يحصل كم لفة هن يأخذونني؟ في العشر دقائق يأخذون 10 لفات ايه؟ على حسب مسرعة المتسابقين إذا حمد السباق هذه والتشكيلة هذه هل هي تشكيلة معترف بها عالمية ولا معترف فيها عن طريق الاتحاد الدولي اللي هو اليو اي ام اي نعم الاتحاد الدولي الجيتسكي فمعترف بها اي معترف فيها ما انا على بالي ان اتيون ها الشيخ وتحطون البويات وخلاص يلا لفوا ورام لا ليش لان لازم البويات نحط بشكل معين عشان ما تسبب خطورة على المتسابقين هم لافين وتكون محافظين يكونون محافظين على سلامة المتسابق لأن أهم شيء سلامة المتسابق حلو حلو حمد أنت تشوفهم طبعا وتشوف عيالنا يعني أنا أشوف بالنسبة حق هذا العدد عدد مبتدئين عدد وايد زين يلا مشاهدينا احنا متواصلين وياكم حمد ويانا ياخذ ويعطي وبعد راح ننتقل عند اخوي علي النعمه علي الكلمه عندك يلا مرحبا فيك يلا مرحبا فيك اخوي مبارك امسي عليك بالخير والحاضرين في سباق الاسكوترات اكيد معي بطل العالم اخوي وليد الشرشيني في بطوله العالم الاخيره كانت في امريكا اخوي الشرشيني الحين كانت بدات عندنا الفئه لا تشرح الجمهور ايش الفئه اللي كانت معنا الحين تعطيهم توضيح وتتعلق على الاسكوترات من المتقدم معهم بسم الله الرحمن الرحيم توا بادي اشوف بطوله الفخيره المهرجان للجسكي واشوف الجالس مبتدئين والحمد لله كانت بدايه طيبه لهم فاشوف المتصدر على ما اظن رقم 40 والكورس مستوى زين وشايل عدد كبير وتشوف انا اعداد كبيره في السباق والحين السباق يعتبر طيب انا اشوف دائما يعني تسليط الضوء على السيفتي اللي متواجد معانا في المتسابقين من وجهه نظرك انت لاعب عالمي وصاحب ارقام عالميه ليش يسلطون الضوء على السيفتي في مثل هذه السباقات عندنا في الدوحه؟ والله اول شيء السيفتي مهم في عالم الجيت سكي لان تشوف ناس ما تشوف سرعات عاليه وملحميات كبيره ولفات في اعداد كبيره على كورس يعني مو كبير وايد فالسيفتي يعتبر اول شيء اهم شيء الهلمت والجاكيت هذا اهم سيفتي هذا رقم واحد اكيد ثاني شيء عندك هنا البدله الكامله اول شيء تحمي السائق انه هو يكون على الكرسي الدراجه ثابت في اللفات الكبيره وفي اللفات القويه جميل وتثبت اللاعب على الدراجه اكثر ويقدر يمسك نفسه ويلف بسرعه عاليه فهي اهم شيء وفي الشيء الاخير اللي هو الكسرات الريل يعني لا سمح الله لو صار احتكاك بين متسابقين اثنين في لفه نعم. ولا نعم. على تنافس على مركز فلو صار لنا حادث تحمي ريله من الصدمه لان الدراجات اغلب شيء ينصدمون من صوب الريل. جميل، طيب مثل هذه الفئات اخوي وليد الفئه اللي احنا نقول عليها فئه شركه ما فيها تزويدات. نعم. شو اللي يميز بين متسابق ومتسابق؟ والله اللي فاول شيء عشان تقدر تحكم المتسابقين المبتدئين في السرعات ما يطلعون لسرعات عاليه فئه الوكاله اللي هو ناس ما تقول ما معدله كثير ويقدر اي متسابق يبدا يبلش يعني يشتري دراجه من الوكاله ويقدر يدخل، يعني ما تكون فيها صرف. تدري ومن تدخل في عالم التزويد موضوع يبي له صرف يبيك ميكانيكيه يبي لك مبرمج يبي لك فريق جراج كامل يعني يبي لك طيب. متكامل فريق متكامل اغلبيه المشاركين انت تعرفها اي نعم طيب من ساعه ذكرت لي كم الاسم سليطي ايضا اخوك ماجد مشارك معاهم يعني. ايش نوعيه المتسابقين وترشح من والله المتسابقين تقريبا الاغلب يعني مبتدئين ما صار لهم سباقات كبيره ولا دوليه كبيره فاللي اشوفه الحين ان المتصدر جاسم والثاني على ما اظن محمد الدرويش
انا ما ادري اخوي كان الثاني ولا مات كان ولا بنشوف مع مشاهدين على الشاشه الترتيبات ان شاء الله. والحين صار تو قصف الكورس، انا اشوف لازم تكون حمرتين في واحد على ما اظن خربط في الكورس في البويه. هذا في البويه، والقانون يقول لك اذا تخربط في البويه في بويه تصحيح، وهني ما اللجنه ما في مكان يحطون بويه تصحيح، فيصير عليه ولا اللي هو البلنتي ولا يعني اذا هو لاف 10 لفات كذا كسوله لفه 6 لفات. طيب لو نشرح للجمهور اليه يعني النقاط او حساب النقاط بالنسبه للمتسابقين، شلون تكون الحسبه معاهم في اللي يخطا في البويه او يخطا في اللفه؟ والله القانون في الجيتسكي اللي هو البويات نفس ما قلت لك، الحمر تلف يسار والصفر تلف يمين، فاذا جيت انت بويتين وصار معاك عطل لا اراديا يعني شيء صار معاك يعني وانت مقصد فيه يعني مو قاصده اوكي تصلح في نفس اللفه في القوانين الدوليه. طبعا هي الكورس مسوينه شوي سمبل، تدري السباق مش دولي محلي لرفع الشباب ورفع مستوياتهم، فاذا صار في قصه الحين راح اكيد راح يصير راح يسمون لفه، لكن الحين اللي اشوفه في الكورس في بويه انقطعت طلعت من مسار البويه نفسها انقطعت، فالحين البويه اللي قبلها يلفونها ويروحون اللي بعد اللي هي كانت المقطوعه. طيب فهذه ما يكون عليها قص، ما يعتبر عليها قص. بالنسبه للمسابقات الدوليه يعني مثل هذه المسابقات او المسابقات الدوليه، مهرجانات اللي تقيمها الدوله مثل مهرجان البرثة، انت تشوفها انها ترفع من مستوى المتسابقين معانا؟ والله شوف مهرجان البرثة اللي يميز فيه انه هو شيء محلي، شيء محلي، شيء يعني بس المتسابقين القطريين يعني بس الشباب القطري، فترفع من مستوياتهم وتأهلهم حتى يتحمسون يدخلون بطولات كبيره، لان ما تقدر انت على طول مبتدئ تدخل مع الابطال راح يعني مستواك وهم ما يرغب فيه، يعني لو لا سمح الله صار حادث ولا شيء فراح يخاف من الشغله وما راح يلعب فيها، لكن شوي شوي تطلعهم شباب بين بعض يتحمسون فتصير البطوله يعني تحمس الشباب. زين اخوي وليد احنا من ساعه كنا نشوف السليطي متقدم، لو يعني تشرح لنا من الدرجات المتواجدين اللي تشوفها قدامك على الشاشه من المراكز الاولى. والمركز الاولى اللي اشوفه الحين لحد الحين جاسم سليطي متصدر اللي كم رقم تقريبا؟ تقريبا 44 على ما اظن. ايوه لان الحين صارت شوي لان دخل الاول في الاخير والاخير فصار الحين صحيح. ورقم 49 من تقريبا؟ 49 على ما اظن محمد الدرويش. محمد الدرويش اي نعم. والثالث اللي هو ماجد الشرشيني في رقم 33. طيب فالحين اشوف المنافسه على ما اظن شرسه بينهم لان اشوفهم متقاربين من بعض. انا اشوف السليطي والدرويش الاول متقاربين وايد، متقاربين من بعض. اي نعم متقاربين بعض. هني طبعا تكنيك المتسابق يفرق، تكنيك المتسابق، لياقه المتسابق، خبره المتسابق والدراجه. طبعا الدراجه اخر شيء الناس ما تقول، فئه المبتدئين تقريبا سرعات الدراجات طيب متقاربه لبعض. احنا نشوف الحين الحكم لوح بالاشاره، شنو معناتها؟ الاشاره اللي هذا يلتك فلاج اللي تعتبر العالم الابيض والاسود اللي هو نهايه السباق، ويمرون لو تشوف بين البويتين البيض اللي هي النهايه، وهذه هي نهاية السباق اللفة الأخيرة. طبعا لا هذه نهاية السباق نهاية. اللفة الأخيرة اللي يرفعوه قبلها اللفة العلم الأبيض اللي هو يعتبر اللفة الأخيرة للسباق. الحين انتهى السباق، الحين انتهى السباق، طبعا يرفعون علم النهاية حق المتسابق الأول، وطبعا اللي ورا اللي يخلصون كله حتى لو كان واحد مقنع عليه لفة كان خلص يخلص ورا الأول. أتوقع المتصدر اللي خذ السباق هاي هو جاسم سليطي. إيه نعم جاسم سليطي، والف مبروك له، يستاهل ان شاء الله جاسم. يستاهل وان شاء الله نشوفه في البطولات القويه ويتطور حبه حبه وان شاء الله يوصل لاعلى. جاسم سليطي كان رقم السكوتر ماله 44 سكوتر رقم 44 اخوي جاسم السليطي صاحب تقريبا المركز الاول، وايضا راح تشوف المركز الثاني والمركز الثالث والمراكز على شاشه قناه الريان. مثل هاي البطولات ومشاركه الشباب طبعا اكيد حق منتخب قطر او اللعب بس يعطيهم العافية. يعطيهم العافية ومحمد الهيدوس هذول من الأبطال الدراجات، يعني هذول وصل مستويات فايزين في بطولات العالم، شايفين بطولات الدولية، فحني لا هو كبير وصعب ولا هو إنه خفيف، شيء يعلمهم ومعلمهم القوانين اللي هي ما تقول المبدئيه للجيتسكي، يعني كالاعلام شنو الاعلام شنو الانطلاقه. وهذا هو الناس ما تشوفه في الشاشه، هذا اخوي ماجد الكبير. اي نعم هاي صاحب المركز الثالث تقريبا. اي نعم صارخ الثالث. هذا المركز الاول، هذا المركز الاول جاسم سليطي رقم 44. نعم نعم يستاهل اخوي جاسم، والحمد لله اهم شيء خلص السباق بالسلامه وكلهم اكيد. وهذا صراحه شيء يعلمهم، وانا ما قلت لك الكل قطري وشيء محلي يتحمسون فيه. اكيد احنا اهم شيء عندنا سلامه المتسابقين جميعا في جميع المسابقات المتواجده معنا في مهرجان
البرثة البحري الأول، وأيضا نبارك لأخونا جاسم السليطي اللي هو رقم سكوترا 44، وراح نعرف أيضا المتسابقين الثانيين صاحب المركز الثالث أعتقد اللي هو الدرويش صاحب المركز الثاني محمد الدرويش، وأخوك ماجد الشرشني صاحب المركز الثالث مراكز أولى ثلاثة يستهلون عيانا صراحة. السباق كان ممتع بينهم وكان في تحدي كبير، وراح نشوف أيضا السباق اللي هو الأكبر اللي هو السيدو سبارك راح يجي بعد الجالس المبتدئين، فان شاء الله السباق الثاني تهيئة مالته والتجهيز غير السباق. طبعا الفئة هذيك كسرعة السرعات وايد أقل من هاي، مكاين صغيرة وكبدي الدراجة أصغر أخاف، وهاي الفئة نفس ما تقول يعني تعليمية للشباب. وهذه وش الفئة أخويا؟ هذه اللي هي فريستايل استعراض الحر. استعراض الحر؟ أيوة. الحين هذا يسمونه باك فليب، وهذا عليه نفس ما تقول بالنقاط، وهذه الفئة مش يعني اثنين ثلاثة، لا هذا واحد واحد بروحه، فكل ما تسوي حركات متنوعة وأكثر في وقت اللي هو الدقيقتين اللي سامحين لك إياه، بعدين راح تجيك صفار. يعني شوف سوى الباك فليب بريل واحدة، وهذا هو الدوران باك فليب مرة ثانية، فتقريبا سوى 10 ولا 15. فاللي يميزها اللياقة البدنية طبعا هالفئة، وهذا هو يسمونه الاستعراض الحر. استعراض الحر، وهذه اللي هي المحترفين ما شاء الله. هذا فهد الهاملي فايز في بطولات دولية، وفايز في موسم الإمارات، وفايز في بطولة العالم اللي هي للاتحاد الأوروبي ما شاء الله. نعم، وهذه تعتبر فئة محترفة، هالفئة الناس محترفين فيها. طيب أكيد لها معايير أخوي وليد، من شخص لشخص أو من سكوتر لسكوتر، إيش المعايير أو النقاط اللي تنحسب؟ والله هذه النقاط مثلا نفس ما قلت لك على الاستعراض اللاعب والمهارات اللي يقدمها في أسرع وقت، والتكرار وتعداد الحركات. يعني ناس فيها الباك فليب، فيها الدوران، فيها عدد الباك فليب. يعني لو تشوف الحين شل يد بيد واحدة، بيد وريل، شوف لو تلاحظ عليه بريل واحدة، نعم، باك فليب، فهذه عليها نقاط. كل متسابق يسوي حركة عليها نقطة معينة من لجنة المنظمة. طبعا تحتاج لياقة كبيرة لابد منها، والدراجات مكلفة لدرجة انها الدراجة واحدة تكلف في 150,000 إلى 200,000 ما شاء الله. طيب درجات خفيفة. انت اكيد معاك لهم صولات وجولات من رقم العالمي، من رقم الخليجي في الدوحة، او من الشباب القطريين اللي مشاركين في ارقام كبيرة. والله صراحة اللي اشوفه الحين اللي مشاركين كلهم ناس مستوياتهم كبيرة، مشاركين في بطولات دولية، يعني نفس الاسامي يقول لك فهد الهاملي ما شاء هذا من احد الابطال القطريين، يشارك خارج البلاد وداخل البلاد ما شاء الله. ما شاء الله حركاته يعني محترف، يعني من المحترفين. ايش اسامي الحركات اللي يسويها؟ هذا اللي هي قاعد يسويها الحين باك فليب، وهذا الدوران، وهذا الباك فليب اللي هو يعتبر القلبه، فهي في تقريبا 8 ولا 9 حركات، فاذا قدرت تسويها في فتره معينه راح تحسب لك اللجنه المنظمه على حسب الحركات اللي سويتها وتكرار الحركات. في نقاط معينه اللجنه تحسبها لها؟ النقاط المعينه على حسب الحركه اللي تسويها، متنوع، يعني ما تسوي الحركه وتتم عليها. يعني في متسابق يسوي باك فليب، يسوي الدوران، يسوي باك فليب بريل واحده. اعتقد الهاملي خلص الحين وقاعد يحيي الجماهير، وهذه اللي تعتبر الفئه 3 دقائق، اول دقيقتين وبعدين يعطونك سيجنال على الدقيقه الاخيره، فتحاول تقدم قد ما عندك من حركات. احنا قاعد نشوف بعض الحركات الجميله، شوف هذه الحركات، يعني هذه نفس ما نقول احترف، شوف هذه لاحظ عليها بريل واحده، طبعا هذه ما يسوون للمحترفين يعني. ناسي طبعا هو من ابطال الخليج وابطال العالم مثل ما قلت معانا. نعم بالضبط، اكيد من ابطال الخليج. اخويا وليد راح نرجع ونكمل السباقات الجايه مع السكوترات، بس اكيد راح نرجع لاخونا بمبارك. بس المتسابقة لو تذكر اسم المتسابق مرة ثانية. فهد الهاملي. فهد الهاملي هو صاحب، هو أول من طلع الحين وسوى الاستعراضات في الفئة مالته. أكيد أبو مبارك راح تكون لنا معاك عودة، وأكيد راح نكون نرجع لك نتكلم عن السباقات الثانية. أبو مبارك الكلمة عندك. الله يعطيك العافية علي، بيض الله ويك وي وليد ولا بقريبة عليه، ما شاء الله عليه التحليل. احنا موجودين في منطقة البخيرة وفي مسقط راس اخوي حسن المهندي. الله يحييك. وساعة المباركة يا ابو مشعل. ساعد قبرك يا ابو ناصر. ابغي تكلمني وتقول لي كل شيء، لكن ارحب اخوي حسن عبد الله. الله يحييك. الله يحييك. هذا اللي قلت لكم عنه امس بالفانيل الصفراء، وهذا اللي هو ماسك التحكيم وماسك كل شيء، بنسولف وياه. ابو مشعل. بيه. لبيت حاج مهرجان لذخيرة ومهرجان لبرث البحري
وفي الذخيرة عندكم أول ما شفت المهرجان؟ عطني انطباعك وشعورك. أول ما شفت المهرجان طال عمرك ذكرني بطفولتي. ذكرك؟ بطفولتي. يا سلام. يعني هذه المنطقة اللي انتم جالسين عليها كانت هذه مرتع السبا. يا سلام. والشباب على هالأسياف طال عمرك تعلمني كل شيء. وهالغوال. وهالغوال. وهالمنطقة كانت عليها مجالس الله يغفر لهم. الله يرحمهم. كلهم توفوا وكلهم هالمحامل وهول كلهم هالبحر طبعا. الله. وصراحة ذاكرة تعود بي وأشوف ملامح تلك الحقبة من ذاك التاريخ. يا سلام. فرحت يوم شفت. جدا 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 لما تكون يعني فعالية بهذا المستوى بهذا الكم الهائل من الشباب هذا الكم الهائل من المحامل اللي قاعدين نشوفه بهذا الكم الهائل من المسابقات الموجودة الآن في خيرة موطني الأول اللي انولدت فيه وعشت فيه وما زلت أعيش فيه. بيض الله وجهك أبو مشعل. أمس كان عندنا المينة وعندنا المطامس وعندنا الحداق اليوم وكان أمس عندنا الغزل وعندنا البريخة يبرخون على الحبل يبرخون على الخراب وعندنا سباق التجديف اللي هو في الهواري سباق القوارب التقليدية. ما شاء الله السباقات هذه كلها والمسميات هذه كلها حقيقة. أنتم يعني هذا المهرجان مزج ما بين الماضي والحاضر. أنا شاهد طبعا الماضي موجود وأيضا أجد الحاضر موجود وهذا هو المطلوب. المطلوب هذا التنوع اللي قاعدين نشوفه الآن على سبيل الخير. الحمد لله 60 واحد من عيالكم الله يحفظهم وعيالنا اللي كانوا أمس يا أبو مشعل في مسابقة المينة والمطامس وهم يغوصون وتأهلوا 20 واحد. صحيح. 21. صحيح ناصر. يعني أبهاتهم مسامحة أبو مشعل أبهاتهم أولياء الأمور كانوا هني على السيف يشجعونهم ويصفقون. صحيح. أنا ناصر مذهول جدا مذهول من هذا المهرجان وأيضا مذهول من مهرجان سنيار. يعني أنا ما تخيل أن سنيار 76 محمل وكلهم شباب إبطريين ما شاء الله داخلين في 76 محمل. يعني انت لو قلت لي قبل 10 سنوات انه ممكن يصير مثل هذا المحفل اقول لك استحالة لان الجيل تغير والناس تغيرت ما شاء الله. لكن هذه الرجعة وهذه القوة وهذا العنفوان حقيقة دليل على خلق هوية وطنية قطرية نعتز فيها كلنا حقيقة. والله نرفع لكم العقال يا ابو مشعل يا الذخيرة ويا الخور ولا بغريبة عليكم ولا بغريبة على هالقطر كلهم. هذه عوايدكم ما شاء الله عليكم. ناصر انت لو تزخ من الوكرة الين تقول لك بضلوف الشمال. واليمين والمناطق الشمالية كل هذيل عيال بحر وكلهم عيال بحر. اي بيت على السيف تأكد انه ولد بحر ولا بغريبة ولد بر. حتى القيماتكم غير. امس يا بولن القيمات الذخيرة. ايه في تميز. نعم. ايه في الله يرحم والديك ومشعل من رايحك شوي أخوي حسن بن عبد الله كلمني عن مسابقات وعن التحكيم واللي شفته أنت كله. أول شيء أمسي عليك وعلى العزيز ومشعل وعلى ضيوفنا جميع وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أنا والله ما عندي كلمة أكثر أقولها من اللي قالها أبو مشعل كفة وسدد ووفى. لكن البطولة دي المهرجان هذا الله يجزيهم خير كل من شارك وساهم وابدا واعطى هذا الجهد اللي بذل الحين اللي نشوفه هالسيف اللي يعني الواحد صراحة أنا أقول لك قلبه يفرح على اللي يشوفه قدام عينه. شفنا قاعدين نشوف الشيبان قاعدين نشوف الصغار قاعدين نشوف كل الأعمار شوف الأطفال في الأطفال عندنا. يعني كأنك تقول حق الياهل تعال يا يبا تعال بعلمك مفردات كلمات هو جاهز تعال بعلمك الكلمات اللي كان يقولها أبوك اللي كان يقولها يدك. صحيح. تعال خلنا ذكرك فيها. يقول يا يبا شنو هي بريخة وش المينة وشنو معنات المطامس. بقول يبا المينة تعال وتحسس القاع تعال تحسس القاع
الحين لمينا امس ناصر كدول في مينا؟ اي نعم. لقيتوا شيء؟ لا بشرك ما شاء الله. لا احنا جايبين لهم محار ونثرناه هني لهم زين، وقلنا لهم يلا طبوا، المقصد نعلمهم حتى عقب ما تينا وخلصوا قلنا لهم تعالوا هذه المفالق وعلمناهم شلون يفلقون. الحمد لله هذه اللي نبغيه. والله يا ابو مشعل لو تشوف للاباء واولياء الامور شلون امس كانت ردود افعالهم، واحد منهم يقول ترى ولدي اول يوم تاهل وقال لي وكنت انا ما موجود، يقول يبا ترى انا بكره متاهل لازم تجي ويا بني. والحمد لله ابشرك انه فاز وياهم. الحمد لله رب العالمين، هذا شيء جميل. الرساله وصلت؟ الرساله وصلت، الرساله واصله من زمان اصلا. يعني هذه الفعاليات توصل مفهوم الموروث القطري الاصيل. ناصر احنا اهل بر واهل بحر، يعني انت لو تشوف في صور قديمه في بدايه القرن التاسع عشر وانا شفت بعيني ما شاء الله بيوت شعر في البر وفوقها عدة الخشب، مياديف الخشب موجودة على بيوتهم. هذه إذا مو محطوطة بعد يعني هم هالبر وهالبحر، وجزاهم الله خير اللي تمسكوا بهذه الأرض في تلك الأيام الصعبة. الحمد لله. بمشعل هذه البريخة يبرخون على الإخرام والحين يتسابقون. أول شيء سووا لهم أربعة محامل، هاي الهوري الصغير ايه. ما شاء الله الحين بيبرخون على الخراب ويتسابقون، اللي يسبق هو الفايز. وهذا اللي كان يصير الأول أيام الغوص، لا صادف أنهم على هير ويو آخر النهار المغربية خلاص قال نأخذ عطاهم التعليمات وقاموا يبرخون على السن ويبرخون على البورة. أنا لحقت يا ناصر على بعض المحامل اللي كانت هني، طبعا بعدين تحولت إلى محامل لصيد الأسماك. يعني تشوف العالم كله التفازع تحط طعوم نعم للمحمل زين وينزلونه هم نعم هم يعني بعين لين يرقى طعم تحت طعم طعم تحت طعم لين يرقى المحمل، وبعدين مع ذلك بفنون بحرية حقيقة نعم كانت في قمة الروعة. لو أبشرك احنا يبنى نهام الخليج موجود ما شاء الله عليه، هو ويا فرقته ناخذ منهم شوي شوي كل شوي يعطونا فن من البنون تنزيل فجري عاشوري جميل ما خلوا شيء جميل ما شاء الله، لأن نعيشهم ونعيش وياهم الحدث. صحيح وهذا اللي نبغيه. صحيح بعلي شلون شفت سباق سكوترات؟ اشوفك ما شاء الله مساعة مع البريخه ويالس صراخ وياهم. والله طال عمرك ما يبرخون على الفتره اللي مضت عشان نعطي اللجان وعلي باللحدان المهندي الله يجزاه خير واللجان اللي شكلها، يعني هم ترى مذهبين نفسهم تقريبا من شهرين. صحيح اذا ما هب اكثر حق المهرجان هذا، وفعاليات وايد صراحه اكثر من فعاليه، ويهال صغار كبار شباب صغار ومشاركه نعتز بها من دول الخليج الله يجزاهم خير اللي شاركونا هذا المهرجان، واللي كانت مكسب زياده لنا بوجودهم معانا ومشاركتهم معنا الله يحفظهم في البطوله ذي. الله يحفظهم ويحفظ الخليج. واذا تذكر بطوله امس الله اكبر الله اكبر بطوله امس الطواويش اشتركوا اكثر من 12 شحو فوري ما شاء الله، وكانت بطوله قويه. هذا الحين اول واحد يكون اقوى واحد فيهم واخر واحد يكون اسرع واحد فيهم. شوف اللي في النص اربعه هواري تقريبا، هاي اربعه هواري ما شاء الله كلهم شباب كلهم شباب شباب الله يحفظهم. شوف الكاميرا يا ابو مشعل ليابت
بيوت الذخيرة. شوف رسوم منازلهم بينت. أيوة والله بينت، بينت صراحة. هذا سباقك يا حمد بدأ. بدأ سباق السبارك الحين، هو اللي هو السباق الثاني. السباق الأول خلص. هاي الكبار. لا هاي الصغار. هاي الصغار. هاي الصغار الحين انطلقوا. احنا خلصنا من البريخة انقلوا هناك يا جماعة. ترى سباق سكوترات بدأ. أيوة يا سلام. هاي يا حمد عندك السباق. هاي السكوترات هالنوع يكون بديها مش فيبر نفس كل السكوترات، يكون بديها بلاستيك. البدي يكون أخف. أخف. وسرعتها أقل من سرعة الدراجات اللي قبلها. ولو لو تشوف معانا الحين، أنت لو تركز بتشوف السرعة، تفرق السرعة من السباق اللي قبل وهذا السباق. عندك هذا متسابق من أصغر متسابقين. ما شاء الله الله يحفظه. كم عمره؟ يوسف الدرويش عمره 15 سنة. 15؟ 15 سنة. هو الحين متصدر السباق. وقفتوا ولا على الهواء؟ لا الصوت. شكرا شكرا. حمد ما شاء الله. شوف هذا المتسابق يوسف درويش. انتوا على الهواء الان؟ هو من اصغر المتسابقين. لا انتوا على الهواء. كان اصغرهم هو في العمر. ما شاء الله عليه. شوف متقدم. هو الاول الحين. الحين هو متصدر؟ هو متصدر هو الاول. ما شاء الله. الله هو أصغر واحد فيهم. ها هو أصغر واحد فيهم. الله يحفظه الله يحفظه. هذا المتسابق حمد يقول هو المتصدر وهو أصغر واحد. الله يحفظه. عمره 15 سنة. شوف ما شاء الله. أنا في السباقات وزنك وايد يأثر على الدراجة. إيه كل ما وزنك خف كل ما زادت سرعة الدراجة. علي صوت وصورة عندك. عطنا الحدث من عندك. الله يعطيك العافية. سند باي طبعا. تسلم يا أبو مبارك. أكيد سباق جديد أخوي وليد. لو نتكلم عن السباق والفئة الموجودة ونشوف أيضا ولدنا وأخونا يوسف أصغر متسابق هو المتصدر الآن. والله شوف الحين أنا الفئة السبارك انطلقت وتقريبا ثاني لفة، فالمتصدر على ما أظن أصغر لاعب في الفئة نفسها اللي هي يوسف الدرويش. ليش ولي؟ والله الوزن يفرق؟ أول شيء لهذا مدخلينه كم سباق مع الصغار فعارف أول شيء، وثاني شيء الوزن. وهذه الدراجة يعني إمكانتها صغيرة، يعني تحط واحد وزنه 70 ولا 80 كيلو على وزن 30 كيلو بروحها كسرعة تفرق معك 3-4 مايل. ما شاء الله. فما شاء الله هو يسوق زين وعنده خبرة يعني في الهاي. وأنا قاعد أشوف الحين التنافس في الثاني والثالث والرابع. كانوا متقاربين أول لفة ثاني لفة والحين صار قاب تقريبا. فرق عنهم؟ فرق عنهم. فالأول مسافته كبيرة يعني لو تشوف. ثاني والثالث متقاربين والرابع نفس الكلام. وهذا من اللي نشوفه معنا حين الثاني هذا تقريبا الرقم 19 رقم 9. بس ما شاء الله الأول مسوي قاب كبير. طيب شنو آلية الحسبة بينهم؟ آلية الحسبة اللي وشلون يعني النتائج؟ اي نعم. آلية الحسبة اللي هو من اسمه قلت لك انطلاقة واللي يدخل الأول ثاني ثالث نفس سباقات اللي هي الدراجات الجي بي ودراجات الفورمولا. عليها نقاط معينة في المسار؟ ما في مقاطع. تخربط ولا حاجة أو طلع المسار؟ لا هو الكورس تسويه على أهم شيء تلف البيات الصح وعلى حسب الأول ثاني ثالث رابع خامس لين آخر شيء. ما شاء الله نشوف ولدنا يوسف متصدر. ما شاء الله أصغر واحد ومتصدر الفئة بفارق كبير. فأنا اللي قاعد أشوفه الحين المركز الثاني شوي شوي قاعد يقرب عليه. أنا شوي تعتمد على اللياقة هي بعد. طيب مثل ولدنا يوسف درويش ومشاركاته في مثل هذه البطولات ممكن في المستقبل يعني تزيده خبرة؟ والله أنا الصراحة أنا أيد هاي أيد الأبهاء أول شيء على موضوع إنه يشاركون عيالهم الصغيرة. طبعاً إن في الفئات هذه بس قلت لك ناس ما أقول لك فيها خطورة شوي. فأتمنى إنه يسوون الجهات المنظمة يسوون فئات صغيرة اللي هي من تحت 15 في نفس هالفئات سبارك ولا الواقف. هم تقدر تطلع جيل شباب كبير تدري الصغار جيل كبير عدات كبيرة فتأهلهم للبطولات الثانية.
واللي قاعد اشوفه الحين ضاغط عليه المركز الثاني، فيمكن القاب خف عليه، راح قاب خف بكثير، فللحين ما رفعوا العلم الابيض، فيمكن باقي ثلاث ولا اربع لفات على السباق. زين في هالحاله المتسابق اذا شاف واحد قريب منه الحين القاب وايد صغر بينهم. فلو تلاحظ الثاني يدش اللفات بسرع وماسك نفسه ويلف اسرع، فنفس ما تقول يوسف شوي الوزن ساعده في الانطلاقه، لكن في الكورس الحين مع الموج فيعتبر شوي على اللياقه وعلى السواقه. يعني اللي نبي نقول لك اياه الخبره تفرق الحين. الخبره تفرق والسواقه تفرق، طبعا الخوف شوي طبعا صغير اذا المشكله قاعد يلفون على الاخير، فيصير شنو الاخير يخرب على الاول، يعني صحيح. يصير عنده موج اللي هو موج الدراجه اللي قدامه، فالثاني الحين ضاغط على الاول وايد، اكل اشوفه لصق فيه. احنا نشوف الحين واصلين للاول رقم 9. ايوه الحين لاصقين، الحين لصقوا في الاخير، فهذا اللي شوفه الابيض هذا راح ياخذ عليه لفه، فما ادري اذا بيفتح له ولا لا. اكو خلص اعتقد السباق. يوسف خلص، يوسف درويش صاحب المركز الاول، المركز الاول وصاحب المركز الثاني اللي هو دراجة رقم 9، طبعا اصغر متسابق في البطوله وياخذ المركز الاول يوسف درويش. هاي انجاز حلو طبعا، جميل حلو كسف كعمر صغير بين الشباب هذيلي، والشباب كلهم تقريبا فوق ال 20 سنه. دراجته رقم 6 صاحب المركز الاول يوسف درويش، مبارك له، ونشوفه قاعد مستانس وقاعد يعمل بعض الحركات الاستعراضيه. الله يحفظه. كان سباق له، كانت انطلاقه جميله له صراحه، انطلاقه حلوه، وناس ما تقدر في الانطلاقه هو الوزن شوي سعفه في الموضوع، فانطلق طب الاول والبحر كان فلات في الاول اربع لفات، فقدر يسوي قاب كبير بينه وبين الثاني. هل الفئه تحتاج لياقه بعد؟ تحتاج لياقه في اي فئه في العالم الجيتسكي، في اي فئه الواقف ولا القاعد ولا جلسه ترى تحتاج لياقه في المتسابق، لان المتسابق هو على الدراجه مهما تكون عنده لياقه كبيره وتكون عندك سواقه وخبره في اللفات راح تساعدك انه حتى لو في توسيع الفارق، وتساعدك انك انت حتى لو طحت في مراكز متاخره مرات تصير مشاكل. يعني كلامك صحيح وليد، احنا شفنا القاب اللي كان بين يوسف من يعني من السكوتر من رقم 6 ايضا مع متسابق رقم 9 صاحب المركز الثاني. مبارك حق اخونا ولدنا يوسف درويش، اصغر متسابق في هذه الفئه. وليد شو اللي تفرق الفئه هاي عن الفئات الثانيه من ناحيه الاستعداد؟ والله كاستعداد اول شيء هالفئه فئات صغيره، حتى اسعار الدراجات يعني كوكالات اسعار منخفضه وايد، لان كدراجه هي احنا قاعد نشوف يوسف الحين. هذا يوسف مستانس على المركز الاول على مظل جاي يوسف درويش صاحب المركز الاول. اي نعم في فئه السبارك. نفس ما قلت لك التجهيز مالها لهالفئه تجهيزها بسيط، وكدراجه سرعتها اقل والمكاين فيها مكاين صغيره، فالواحد يقدر يعني اي انسان يقدر ياخذها ويبدا في عالم الجيتسكي. يعني هي ناس ما تقول فهم مبدئيه حق العالم الجيتسكي. اخوي وليد بطل العالم في شهر 10 بطوله العالم في امريكا، بيض الله تواجدك معنا على قناه الريان، تشرفنا فيك على تحليلك، ونقول لك بالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون دائما تحكم قطر في المنصات العالميه. بيض الله وجهك ان شاء الله. الله يجزيك ابيض يا اخوي، مشكورين على هذا التنظيم الرائع، واتمنى ان من الجهات الحكوميه ان تنظم بطولات اكثر واكبر من نفس البطولات، هم نرفع الشباب، هم الشباب يصير لهم خلفية كبيرة في عالم الجيتسكي، ونفس السباقات ترفع لنا مستوى كبير ويزيد العدد ونشوفهم في البطولات الكبيرة. أنا أشوفك متحمس تبي تدش معاهم. والله كان زين لو يخلوني بس لكن في فئة. في الفئة الكبيرة اللي هي اللي مجهزة تتوقع من يفوز؟ فئة المحترفين. المحترفين هي كانت موجودة لكن العدد ما بي دبلوماسية، من يفوز؟ أنت تعرفهم كلهم. تقريبا. والله شباب ما مكسور ما مكسور من الشباب. اسمين يعني اذا بيكون الترابز راح يكون بيني وبين محمد الهيدوس وثامر الدرويش لو كنا داخلين ومسجلين، لكن اللي صار انسحاب الشباب يبونهم في التنظيم. نعم. فقدر ننظم لا احسن من نشارك. تتوقع من؟ الهيدوس؟ اطلع نفسي من الترشيح على الهيدوس ولا ثامر الدرويش؟ بيض الله وجهك يا وليد. تسلم. بيض الله وجهك. نعم اخوي بمبارك مثل ما قال اخوي وليد رشح كم من شخص على الفئه الاكبر اللي هي فئه المحترفين، اكيد الكلمه بتكون عندك والجديد راح يكون عندنا من الفعاليات القادمه. مبارك الكلمه عندك. بيض الله وجهك يا علي ويه اخوي وليد، وهذا تواضع الكبار، هذا تواضع من وليد ولا بغريبه عليه ما شاء الله عليه، هو ما يبغي يقول انا اللي بطلع الاول، لكن احنا متوقعين ان شاء الله بطل عالمي ويستاهل ان شاء الله، ولا قصور في اخوانه وربعه اللي وياه، ونقول الله يوفقهم. حمد ايش رايك في وليد؟ وليد بطل، وليد اللي فاز، وفي وليد بطلنا العالمي يوسف اللي فاز. يوسف اللي فاز. وليد بعد
بطل عالمي اسمه بس. اي ما شاء الله عليه بطل عالمي ما شاء الله عليه ويستاهل الله يوفقه. يوسف سنه صغير عمره 14 سنه. تشجيع ابوه وراه طول الوقت ومثل ما الله يوفقه. في خوف على الولد بس في متابعه. الله يحفظه الله يحفظه. خذ الاول في المهرجان الاول مهرجان البرث البحري. اي نعم. ففرصه انك تاخذ في اول مهرجان وتاخذ فيه الاول واسم حق ولدنا يستاهل. ابو عبد الله ايش رايك؟ والله هذا الكلام صحيح. يعني هذا العمر اللي انت عديته والفتره اللي قاعد يتمرن بها وهذه النتيجه من اول في اول بطوله في اول مهرجان يعني هذه بتكون له دافع ان شاء الله للمجموعه اللي سبقته قبل. وهذا هو يعتبر مثال حق باقي الاعمار السنيه اللي من نفس الفئه السنيه. وعسى الله يبارك لهم كلهم على المجهود اللي بذلوه والشباب ما قصروا كمدربين وانتم ما قصرتوا. بيض الله وجهكم الجهود شفناها. حمد كلمتك حق ولدنا اللي فاز. كلمتي حق يوسف انه يستمر على هالشيء مثل ما تقول هاي البدايه. والدولة تنظم سباقات وايد وفي سباقات خليجية وسباقات دولية سباقات عالمية. يعني بس اللهم التمرين والدراسة لأن عشان صغر سنة. هاي لقطات هذا أبوه. وهذه أبوه؟ إي نعم هاي أبوه ما شاء الله. أبوه كان مشارك بعد في بيئة المبتدئين بعد. إي موجود مع أبوه. فهاي التشجيع. ويعني إحنا نقدر نقول التلميذ فاز على المدرس. تقدر تقول تلميذ بعض المدرس. يستاهل يستاهل. وفي سباق من السباقات كان الأبو والولد نفس السباق وفاز على أبوه. فاز على أبوه. فاز على المدرس. كانت المدرس كانت دروسه طيبة. نعم. يستاهل يستاهل يستاهل. إحنا حمد الأول طلع يوسف. الثاني أعتقد مبارك الخليفي. مبارك الخليفي. والثالث يستاهل مبارك بن خليفة الخليفي. ويستاهل ولدنا الله يوفقهم إن شاء الله. ونقول لهم نبغي المنصات العالمية. أمين. ويوفقك أنت يا حمد إن شاء الله. وياك إن شاء الله. وبيض الله وجهك. هاي ما غريبة عليكم مشاهدينا. شفتوا التغطية كاملة من أول ما بدينا وياكم في مسابقة البرثة وفي مهرجان البرثة البحري. هذه اللقطات اللي تشوفونها طبعا حق المحترفين وحق المبتدئين حق ما شاء الله. اللي انا ابغي رايك حمد في السباق في التنظيم في الترتيب مع ان انتم يعني ما شاء الله اللي قايمين باكثر الاشياء هذه. اول شيء بغيت اذكر مركز شباب الخيره وعندكم القائمين على تنظيم مهرجان البرثة. وبغيت أشكر مشعل السبيعي اللي هو مدير سباقات السكوترات. يستاهل وإحنا نشكره يانا هني. وبيض الله وجهك وما قصر. الله وجهه. وعندك محمد الهيدوس أحد يستاهل. الحكام والمنظمين وثامر الدرويش نفس الشيء. ثامر الدرويش اللي كان معاهم في البحر واللي وجههم واللي يعطيهم الانطلاقة. ويعني بلشوا من الصفر مع المتسابقين. المتسابقين تقريبا 90% منهم مبتدئين اول سباق يشاركونه ما شاء الله. مثل ما تشوف انت الحمد لله عدى السباق بدون حوادث بدون اي مشاكل. وهي اللي احنا نتمناه. وهي اللي احنا نتمناه الحمد لله على كل حال. ونشكر مركز الشباب بالبرثة على تنظيم الاكثر من رائع اللي يعني مثل ما تشوف انت مثل ما يشوفون المشاهدين مهرجان ما عليه كلام. بيض الله وجهك. وجهك. بيض الله وجهك ابو عبد الله. شفت المهرجان شفت الاستعداد شفت من اول يوم. انت اللي خلف الكواليس انت اللي خلف هاي. عطني انطباعك عطني. والله طال عمرك الانطباع اللي عندي كمهرجان لاول مره انه يقام بشكل تقليدي. انا بقوله ما باحترافي يعني احنا ما داشين في بطولات عالميه. تكلم على مستوى محلي وهذا المستوى الشباب اللي ظهروا فيه والتنظيم اللي كان سبب نجاح المهرجان ان اللجان اللي كانت تشتغل من شهرين يا مبارك ادت الواجب اللي عليها. في فريق عمل كبير يشتغل. في عندنا اخواننا من وزاره الداخليه الخفر اللي لهم دور كبير
في الدعم والإسناد والتغطية الأمنية. ما ننسى حقهم نادي الشراع برأسة الأخ خليفة بن محمد السويدي اللي قدم كل دعم. والله والله يا أخوي حسن أنا مسامح على المقاطعة، بالنسبة حق أبو محمد خليفة بن محمد السويدي بيض الله ويهك ويهه، يطلع عليك كنا واقفين على كورنيش الدوحة قبل شهر بالضبط، وقلنا حق أبو محمد عندنا مهرجان لبرثة، قال أنا حاضر ومن عيوني واللي تأمرون عليه، وهذا احنا على الهواء مباشر ويا المهرجان ويا السباق من أول يوم إلين اليوم. كل اللي أقوله مشكور يا أبو محمد، وهذه عوائدك وافي طول عمرك وما قصرت. وانتو ما قصرتوا، وانت ما قصرت يا أبو مبارك بالذات، يعني انت واصل في كل مكان، مشاركنا في كل البطولات اللي احنا نقوم بها، لي الشرف وجودك كان أبو مبارك بلا مدح، ولا اني على اساس اني على الهوى اني اقولها لك الكلمه ذي، لكن يشهد الله كفيت ووفيت معانا السنين ذي كلها. الله يرحمه. وكنت لنا بالنسبه لي انا شخصيا، انت كنت تعطيني دعم غير مباشر. شرف لي يا ابو علي تعطيني دعم غير مباشر، اني انا اجتهد مع الاخوان كلهم ان نقدر الله يقدرنا في سباقاتنا وفي بطولاتنا ان نكون قد المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله عليهم الشباب، خلاص الحين قاموا يجهزون حق على قولتهم القفال، حق القفال. اي نعم حمد، حمد اقرب سباق عندكم ان شاء الله عقب هذي؟ اقرب سباق ان شاء الله النادي قاعد يرتب، الحين ما نزل الجدول، جدول بطولات الموسم الجاي، لانها تعتبر اغلب سباقاتنا تكون في الشتاء ما شاء الله، سباق محترفين ما يكون في الصيف، لان الماء يكون بارد احسن حق الماكينه، احسن لنا كمتسابقين. يعني مثل ما تقول الحين اخر سباق كان قفال، قفال بالنسبه لنا. حمد من نادي الاسكوترات، نقول الرياضات المائيه، الرياضات المائيه بيض الله وجهكم وقصر وجهك ابيض. اخوي حسن عبد الله والعميد والخبير التحكيمي والكل في الكل، الله يجزاك خير، الفضل لله سبحانه ثم لك في هالمجال، واشكرك على وقفتك ويانا وبيض الله. شكرا على الاستضافه يا مبارك، وما قصرت ورايتكم بيضه، والشكر موصول لاخواننا القايمين على المهرجان من اخوي علي بالحدان المهندي وباقي اخوانه كلهم، واقول لهم اسمحوا لنا على القصور ان كان ما منك قصور، وافي وافي الله يطول عمرك، وان شاء الله الله يجمعنا وياكم دوم في خير امين ان شاء الله. اشكر اخوي سعود وناخذ اللي كان وياي، ناخذاي سعود المعاضيد، واخوي انه اخذه علي النعمه، بيض الله وجهكم وما قصرتوا وسامحوني اذا تعبكم، لكن هذه عوايدكم، ان اصبنا فمن الله وان اخطانا فمن انفسنا والشيطان، الوعد ان الله جعلنا وياكم من الحيين السنه الجايه في مهرجان البرث الثاني، كل اللي اقوله سامحونا على القصور، والله يحفظكم، مع السلامه.